النجف لم يبنى فيها مستشفى منذ عام 1984، ومع ارتفاع الكثافة السكانية وحاجة الأهالي إلى صرح صحي جديد يقدم من المفروض خدمات الطبية والصحية للمواطنين، وبما أنه مشروع مستشفى النجف أو ما يسمى بالمستشفى الألماني هو مشروع المفروض استثماري، هناك اتهامات وتشكيك من المواطنين وأهالي النجف خصوصاً بخلاف المتنفذين وأصحاب القرار والأحزاب أيضاً على إدارة تلك المستشفى لتحويل عائداته لدعم وتمويل تلك الأحزاب. من جانب آخر، وزارة الصحة تصر على إدارة هذه المستشفى بشكل مباشر. طبعاً المستشفى الألماني مشروع متلكئ يضاف إلى آلاف المشاريع المتلكئة في العراق، ولم يفتتح حتى الآن، حيث انطلق العمل بإنشاء مستشفى النجف التعليمي المعروف بالمستشفى الألماني عام 2009. كان المفروض أنه يتم إنجازه خلال عام 2012، إلا أنه لم ينجز لأسباب أبرزها قيل قلة التخصيصات المالية والفساد المالي وعدم تسديد الأموال المترتبة بذمة العراق لصالح الشركة المنفذة. وبرغم المناشدات إلا أنه حددت مواعيد عديدة لافتتاح المستشفى، لكن تأجل موعد الافتتاح لأكثر من مرة ولأسباب مختلفة أيضاً. وأن أحد أسباب التأجيل عائد إلى الأجهزة التي تحتاج إلى تقييم شامل، بعضها موجود تقريباً من 5 أعوام، وقد تكون تعطلت هذه الأجهزة لعدم تشغيلها، هذا أحد الأسباب. وأيضاً ينظر إلى أنه لا يعد مبرر قوي لتأجيل افتتاح المستشفى ويمكن إنجازه بسرعة، والمبلغ المتبقي على العراق $1,000,000، ولا يمكن أيضاً أن يقف عائقاً أمام افتتاح المستشفى. وأن الدولة أوفت بجميع التزاماتها المالية للشركة المنفذة، بيد أن نقص الأجهزة هو من أخر الافتتاح أكثر من مرة، كما أن هناك نقصاً في عدد الأسرة أيضاً، إضافة إلى جهاز آخر وأيضاً العقل الإلكتروني الذي يخص بعض الأجهزة التي تعمل من خلالها. وتنفي أيضاً نية عرض هذه المستشفى على الاستثمار، مع تبيان أنه عند اكتمال المستشفى ستقوم الدولة بتشغيلها حتى يقدم خدماته للمواطنين. أما مدير عام صحة النجف رضوان الكندي قال أنه نفى أن يكون هناك خلاف على إدارة المستشفى ما بين المحافظة وكذلك الوزارة، ووضح أنه التأخير هو لوضع آلية مناسبة لتشغيل المستشفى، إذ أن هناك لجنة تشكلت بأمر ديواني يترأسها وزير الصحة، وتم اقتراح آلية تشغيله وهي مطروحة على رئيس الوزراء، وهو المخول حصراً بتحديد موعد افتتاح المستشفى. وأن آلية التشغيل المقترحة تتلخص باتباع نظام الأجنحة الخاصة، أي أنها لن تكون عن طريق الاستثمار وليست مجانية بشكل كامل، وإنما مقابل أجور مناسبة، وستوضع نسبة من الأسرة ضمن صلاحية الوزير للأسر المتعففة، وستركزي على كلمة ستكون خدمات وعلاج مركز السرطان والحالات الطارئة مجانية، مع التنويه بأن دائرة العيادات الشعبية بالوزارة هي التي ستختار الشركة لإدارة المستشفى حسب الآلية التي تم اقتراحها في حال موافقة رئاسة الوزراء على ذلك. المستشفى الألماني 90% من عنده منجز، والناس ده تسأل شنو هو السبب الرئيسي اللي يحول دون افتتاح المستشفى وفضوها، لأنه بكل الكوكب وبكل بلدان العالم تم البدء بمشاريع عملاقة والانتهاء من عدها ودخلت الخدمة، وإحنا بعدنا بالعراق ده نحشي على المستشفى الألماني.